الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فيقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بماذا تفهمون هذه الآية يا علماء الشيعة؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، خلاص، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من عملك، صح، مما اقترفت يداك، صحيح. لكن علماء الشيعة يقولون بأن علي هو نفسه النبي، إذن ما أصابك من سيء وما أصابك من سيئة فمن علي. هذا على الفهم الشيعي. هل يسلم بذلك علماء الشيعة؟ هل يسلم بذلك عوام الشيعة؟ إذا كانوا لا يسلمون بذلك فلا يسلمون أيضا بأن علي هو نفس النبي في كل شيء كما يقولون، لأنه على هذا الفهم يقع الشيعة في مأزق، وجوابهم عليه كما قدمت غريب عجيب في المفارقة التي أحدثوها، من أنه في آية المباهلة نفس النبي، وفي هذه الآية ليس نفس النبي، وهذا كلام غير مقبول أصلا. ليدل أو ليستدل به هؤلاء على إمامة باطلة مزعومة، فيحدثون هذه المفارقات التي ليس أو لا يستطيع أن يقيم عليها دليلا واحدا صحيحا صريحا في بابه. وقوله تعالى أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان الأمر كذلك فعائشة هي نفس النبي، وخديجة نفس النبي، وأم سلمة. هل أزواج النبي نفس النبي عليه الصلاة والسلام؟ على ضوء الآية أترك الجواب لكم، لأنكم لن تسلموا بذلك أصلا لبغضكم لأم المؤمنين رضي الله عنها. ثم لماذا توقف شرح علماء الشيعة في هذه الآية عند وأنفسنا، عند قوله تعالى وأنفسنا، ولم يتكلموا ويعلقوا على قوله وأنفسكم بعدها مباشرة كلمة واحدة، وأنفسنا وأنفسكم؟ لماذا؟ حتى يوافق ذلك هواهم، وإلا فليذكروا لنا من أنفس نصارى نجران، من هم هؤلاء الخلق، وكيف خلقهم، من هم؟ هل خلق الله تعالى أنفس أخرى من أنفس نصارى نجران المثلثين؟ سيقولون لا، ليس عندهم دليل في ذلك، إنما يأخذوا ما يوافق الهوى. خليك ماشي مع السياق. طيب، من هم أنفس نصارى نجران على هذا الفهم؟ وما الغاية من خلقهم من أنفس نصارى نجران؟ قال الله تعالى أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل هو النبي نفس هؤلاء اللي هو، هل هو يكون بمثابة نفس هؤلاء الذين أرسل إليهم مثلا؟ هم مشركين أصلا قبل الإسلام، فجاء رسول الله يدعوهم إلى الإسلام، هل كان مثلهم في؟ لا، كانوا يسجدون للأصنام، لم يكن يسجد للصنم عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في جاهلية ولا في إسلام. فلا يلزم من ذلك أن يكون هو عليه الصلاة والسلام نفس هؤلاء، نفس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة. هذا كلام باطل بنص الآية. وقوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هؤلاء ليسوا متساوين، هم مجموعة، وليس أحدهم هو نفس الآخر. وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمزوا بعضكم بعضا، وهذا لا يستلزم مساواة اللامز لمن لمزه. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والناس غير متساوين، وقد خلقوا من نفس واحدة، فما بالك بما نتكلم فيه في هذا الباب بأن علي هو نفس النبي. وقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقوله تعالى، الآيات في ذلك كثيرة جدا لا أريد أن أستطرد فيها، ولعل المعنى اتضح بذكر بعضها. ثم لو جاء مجموعة من الأشخاص فقالوا لرجل ما: أنفسنا فداك، هل سيخطر ببال أحدهم
أنهم متساوون في كل شيء، في القدرة، في العلم، في الحركة، في الشكل، في كل شيء؟ مستحيل طبعا، مستحيل. ثم أن عليا رضي الله عنه هل احتج بهذه الآيات على إمامته؟ كما قلنا لا يوجد دليل على ذلك أبدا. طيب، هل يا شيعة لازلتم تقولون بأن علي هو نفس النبي عليه الصلاة والسلام؟ نريد أن تحددوا لنا نقاطا محددة حتى نحاكمكم إليها ونناقشكم فيها. في ماذا هو نفس النبي؟ قلنا في الوحي، لا يمكن أن يكون أن يوحى إليه. إذا كان يوحى إليه هنا صارت إشكالات كثيرة جدا ستعجزون عن الجواب عنها. طيب في ماذا؟ في الشكل، لم يكن علي شكل النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان عليا أصلعا كما هو مشهور عند الشيعة، كما هو معروف عند الشيعة، كان أصلع وكان ذا بطن كبيرة، ولم يكن يشبه النبي في شيء. إنما الذي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن ابن علي وجعفر ابن أبي طالب، وهذا معروف عند السنة والشيعة.